أهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا. تتزاحم مواعيد المناورات الغربية في المنطقة من الأمريكية العربية إلى الأطلسية الخليجية وصولا إلى الإسرائيلية، وترتفع معها وتيرة القرع على طبول الحرب والتلويح بالعدوان. بالتوازي معها تتزاحم مواعيد اللقاءات الروسية الأمريكية، وتستجد على اللائحة السياسية لقاءات واتصالات لم تكن مدرجة، ويضطر الأمريكي إلى تعديل الكثير من جدول أعماله السياسي. بينهما تتقاطر الأطراف والدول العربية والإقليمية الداعمة للإرهاب إلى تسجيل موقف وربما حجز مقعد يتقاطع مع أجندات المواعيد واللقاءات المتحركة، لكنه لا يستطيع أن يقرأ ما خرج منها وما بطل، ولا يتردد بعضها في مسح كل ما مضى، فيما يصر بعضها الآخر على الاشترار في القاع الآسن. الزمن توقف عند تلك الأدوات، والنسخة الجديدة من أمر العمليات الأمريكي لم يصلها بعد، بانتظار أن تستقر إدارة أوباما على بر بعد أن استنفدت ما تبقى من أوراق لم تحترق بعد. استقرار الأمريكي المنتظر لا يبدو قريبا، والغرق الأعرابي لا يبدو مؤقتا، فيما عاصمة العثمانية الجديدة تستنجد النجاة من عدوى خلافات مرتزقتها المزمنة. كل ما تموج به المنطقة والعالم لا تراه تلك الأدوات إلا بالعين الإسرائيلية، ولا تقرأه إلا بمجهر الإرهاب. مهمتها أن تكون طرفا في قرع الطبول، وأن تسخر إمكاناتها وطاقاتها لتمويل الإرهاب العالمي، فتغرق في تورطها وتغرق معها المنطقة. لم تتعلم من دروس الماضي، ولم تضف إلى مداركها من تجارب التاريخ، وهي الطارئة عليه والمتطفلة على صفحاته الحاضرة منها والماضية، ولا تريد أن تتعلم إلا كيف يرضى السيد الأمريكي وعلى ماذا يوافق الآمر الإسرائيلي. في كنف المشيخات وبحضرة العروش باتت الأرض العربية ومياهها مرتعا لمناورات العدوان، وفي كنفها يتجول الإرهاب، وحتى اختطاف جنود الأمم المتحدة كان بتخطيط وتوجيه وتعليمات قطرية لا يتجرأ كيمون التعليق عليها. يدركون أن رياح الحسابات لم تعد تجاري أهواءهم ولا معادلات تورمهم، ويدرك سادتهم أن زلة قدم واحدة تكفي لكي تتدحرج كرة الخبايا المعتقة في دعم الإرهاب، وحينها لا جدوى من التلويح بالعدوان ولا فائدة من التلميح في السياسة. بلش؟ لا تفتح الشباك، ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء. سندخله برفقة أهالي. ما تغموا كثير لجوا. لكم أصوات القناصات التي تصيب عدد. صباح سوريا.